مشاهد كرام، معانا الاول على الدفعه 60 من الكليه الفنيه العسكريه، نتعرف عليك والف مبروك. الله يبارك في حضرتك مهند طارق عبد المنعم من الكليه الفنيه العسكريه الدفعه 60. الف مبروك يا مهند. الله يبارك في حضرتك. قول لي عملت ايه بقى خلال سنوات الدراسه، 5 سنين مش كده في الفنيه، عملت ايه ان شاء الله عشان تطلع الاول؟ الحمد لله، يعني هي اول حاجه بنتعلمها في الكليه يعني ككليات عسكريه بالاخص غير الكليات اللي بره، اننا هنا بنادي واجبنا باتقان وبناديه بنفس الاسلوب اللي ممكن واحد يأديه مثلا في سنه، احنا ممكن نأديه في 3 4 شهور. مبروك. الله يبارك في حضرتك. مبروك بيكي. مهندسه حنان احمد. كلكم هندسه بقى. ده واخد ملك الهندسه بقى ولا مني ومن بابا الله يرحمه. الله يرحمه والله. شعورك ايه النهارده وابنك بيتخرج وبيطلع الاول على دفعته؟ انا ما اقدرش اوصف لحضرتك شعوري ايه بصراحه، يعني حاجه ما تتوصفش، يعني ما اقدرش ان انا اوصف. انا فخوره بيه طبعا وربنا يخليه ان شاء الله باذن الله في اعلى المراتب وفي خدمه الوطن ان شاء الله. يعني انا ابني بيشرفني وبفتخر بيه وبفتخر ان هو ابني من القوات المسلحه. قولي لي بقى، وانت بتشوف اخوك النهارده كده بتهضري معاه الحفله وطلع الاول على دفعته، تقول له ايه؟ انا فخوره بيه جدا بصراحه، يعني بعد 5 سنين من التعب والمجاهده يعني في المذاكره والكلام دوت، انت يعني شرفتنا النهارده، وانا بجد فخوره جدا ان انا بشوفك النهارده وبتتخرج، وبعد العرض العظيم ده اللي حضره سياده الرئيس كانت حاجه مشرفه جدا.